مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في كيف الصحة. موضوع حلقة اليوم عن أمراض الشتاء، سبل الوقاية وطرق العلاج الطبيعي. سيكون معنا الضيف الدكتور إبراهيم عدوان، وهو استشاري الطب البديل. خلال الساعتين نستقبل فيها كل استفساراتكم وأسئلتكم مشاهدينا الكرام على الأرقام الموجودة على الشاشة. نرحب بكم ونرحب بك دكتور إبراهيم مرة أخرى، نحييك في فصل الشتاء الذي اقترب. احنا على الأبواب طبعا، رغم أنه فترة بنحضر احنا جميل، ولذلك حضرنا كيفية الوقاية من أمراض الشتاء. دكتور، أول سؤال، وهو ما هو أمراض أو ما هي أمراض الشتاء الشائعة؟ كيف نعرفها؟ هو غالبا في كتير أمراض الشتاء، بس أنا اخترت أربع حقيقة هم اللي دائما بيظهروا بصورة رئيسية. أيوة. الأولانية هي الكومن كولد اللي هو البرد العام، بعده الأخطر منه اللي هو الإنفلونزا. النوع الثالث برودة الأطراف. برودة الأطراف مش طبيعية، بس تتحول إلى لون أزرق وأحمر بني كذا. نعم. حتى بعض الناس بيضطروا لقطع الأطراف. النوع الرابع والمنتشر كثير اللي هو اسمه من الاسم ساد. أيوة. حزين. الاكتئاب الشتاء جاي من اختصار سيزونال افكتيف ديسوردر. نعم. هذه بتيجي في أمراض الشتاء، وهذا بسبب عدم التعرض للشمس، بالتالي نقص فيتامين دي. فنبدأ الأول الكومن كولد البرد العام، طبعا سببه فيروسات كثيرة. مش هخش أنا تفصيل الفيروس وكذا، بهمش المشاهد، لكن بهمنا أنه بيصيب فقط الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. يعني الأنف والزور، ولهذا بتلاقيه أعراضه تعرف أنه عنده برد في حاجتين أساسيات. نعم. سور ثروت وصداع، هذه البداية، هذه ميزة الكومن كولد. نعم. بتلاقيه عنده أكثر شيء أجاز تصحيط في الزور، بصير الزور ملتهب كثير. نعم. وبصير عنده صداع شديد. الباقي ممكن يعني واو. في ميزة ثالثة سنيزنج، هذول الثلاث أشياء. يعني أكثر من الكحة. الكحة ميزة الفلو، لكن هذه الثلاث أشياء، التهاب الزور، عطس، وهذا بتلاقي في المسجد دائما أو في أماكن المغلقة كثير ناس بيعطسوا. عشان كثير دائما أنا شايل معي هذه للناس في المسجد أو في المحاضرات، مثل ما أعطيتني يا دكتور تيشون أحط للناس أحساس يقوم منها. إذن ثلاث أشياء: التهاب الحلق، العطس، والصداع. ممكن يجي تعب، بس مش تعب زي بتاع نشوف الإنفلونزا. لأن هو التهاب في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي اللي هو الأنف. أيوة. والزور. تمام. وهذا ما نشوف الصورة: سنيزنج على الشمال. أيوة. عطس، هيدك، صداع، التهاب الحلق هنا، وبيكون عنده تعب. حرارة بيكون قليل عادة، ما بتظهرش الحرارة. في سؤال دكتور، يعني لسه إحنا ما دخلنا على الشتاء فعلياً، ولكن الغريب أنه قبل فترة الشتاء بشهر، حتى على نهاية فترة الأجواء الدافئة، فجأة يحدث هذه أو تحدث هذه الأعراض عند كثير من الناس. ما هو السبب؟ لأنه إذا لاحظتي أنت بالنسبة مثلا في بلدنا أو في أي مكان. نعم. بتلاقي الصبح عندنا الحرارة مثلا 20-21، فجأة بتيجي مثلا بعد صلاة العشاء أو كذا بتهبط. أيوة. أو أول الفجر بصير 10 أو 8 مثلا. أيوة. فهذا التحول، التغير الشديد هذا بي 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 بيربك الجسم. أيوة. فالإنسان لازم يحتاط، لازم يحتاط في اللبس، لازم يحتاط في شرب السوائل الكثير، وخاربة شرب السوائل الدافئة. أيوة. لازم يحتاط في أنه لما يخرج برا بالذات يكون غطي رأسه ويغطي رقبته احتياطي. أيوة. وإذا ممكن اللي بيكون عنده، ممكن دائما هنتكلم عليها كثير، هذه الكافور، زيت الكافور، هي رائعة كثير حقيقة، زيت رائع. دكتور أعطيتنا إياه، حطيت يعني نستنشق رائحة جميلة. صحيح. جدا، لأن أنا لسنين بتعامل معها حتى في المسجد أو في المحاضرات، لو بلاقي واحد بعطس على طول بحط له منها بريحه، لأنه بيفتح المناسب. فهذه زي ما قلنا، نرجع ثاني للصورة: العطس، السنيزنج، الصداع، التهاب الحلق، إذن التهاب الحلق سور ثروت، راني ساعات بيكون عنده، ساعات ما فيش. العطس، لكن أكثر شيء العطس والتهاب الحلق
والصداع واللو جريد فيفر الحراره بيكون مش كثير عشان كذا قلت لو جريد لكن تنفس التعب او الجهد التعب قليل مش زي بتاع لقيت حنشوف نعم. اذا ثلاث او اربع اشياء العطس الصداع التهاب الحلق وبيكون عنده احيانا تعب طيب دكتور الكولد والفلو الفرق بينهم هنيجي نشوف هذا اذا هذه اعراض الكومن كولد وقلنا هو بصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي اللي هو الانف والحلق فقط ما بينزلش تحت الرئه خلينا نشوف الصوره اللي بعدها هذه كم مدتها دكتور غالبا بين 7 إلى 10 أيام لكن لو الانسان اخذ احتياطه فهنا اول شيء واهم شيء على الاطلاق بده حاجتين بده ريست وبده سوائل وهمها على الاطلاق الريست إنه الراحة تامة يعني إذا كان طبعاً صار العطس شديد والتهاب الحلق شديد حتى بيقدرش الإنسان يتكلم أنا شفت حالات كثير شديد يعني نعم فبده سوائل قد ما يقدر وخاصة بده والشربات السوب هنا يا أما شوربة خضار شوربة عدس شوربة دجاج نعم. شوربة سخنة بالإضافة للسوائل نعم وهنا لما أقول السوائل مي كويس شاي أعشاب كويس شاي يعني مثل إيش شاي أعشاب زنجبيل زنجبيل هو افضل موجود معنا الزنجبيل الباودر او هو في حاله انا جبته هذا عشان حنعمله مين اللي هو سموذي أيوة. لكن انا بفضل انا بعمل في البيت الزنجبيل الفريش أيوة. لانه ماده الجينجر الماده الفعاله في الزنجبيل بتكون اكثر فعاله لما يصير بودره بتقل منها لكن عشان نعمل سموذي بنقدر نحط فريش نحط من هذا تمام فزنجبيل القرفة كمان كثير كويس مضاد حيوي كويس ومتعدل السكر تمام دائما يأخذ باله من درجة الحرارة هنا سوثينج ثروت أبسط حاجة يغرغر بالملح بالماء والملح بالملح لكن أنا عندي بستعمل حاجة اسمه التيتري أو زيت القرفة أو زيت السيج المرمية أو زيت القرنفل كثير هذا انا بخلط القرنفل زيت القرنفل مع زيت التيتري على السينك بخلط محطوط على السينك احطه في مي وبضل هذا بيسهل كثير الالتهابات يعني طبعا الليمون والعسل مع مي دافي الصبح لما يكون ما يكونش عنده سكر للشخص نص معلقه عسل كويس انه زنجبيل الثوم والثوم والبصل كيف يستعملهم دكتور اولا هم مضادات للفيروس صحيح يعني مش بس بكتيريا لانه هذا فيروس مضاد حيوي طبيعي قصدي مضاد للفيروس ومضاد هو حيوي طبيعي مضاد حيوي طبيعي يعني مثلا في مضادات مثلا البنسلين والسيتراسايكلين مضادات البكتيريا تنفعش للفيروسات تمام بالاضافه لفيتامين سي يعني فيتامين سي مع الجاربك مع الاونيون مع الجينجر هذه مضاد للفيروس يعني مضاد للكومون كولد وتساعد في الفلو ايوه فهذه لو حط كيف ياكل هالجارليك ايوه طبعا اذا انحطت على الطبيخ بتروح ماده الالسين الفعاله زي الزنجبيل الجنجرول اللي في الزنجبيل بروح بموت بتنتهي بضعف افضل استعمل الزبادي لو بقدر اعمله في البيت اوكي ما بقدرش يعمله يشتري زبادي تمام مصدر بسيط كويس يقط يعمل كراشنج او جريتنج الثوم ويرشوا على هذا يرش معاه ريحان او نعناع عشان يضيع الريحه زيت زيتون ايوه بسم الله وياكل الحمد لله هذه طريقه هذه عمليه يعني جيده جدا او يعملها جريتنج ويحطها يعني يرش على السوب تمام الشربات نعم فيتامين سي كثير كويس لانه فيتامين سي معروف انه اخذ واحد دكتور امريكي صار الان من اخصائيين التغذيه أخذ جائزة نوبل على فيتامين سي هذا معروف أنه ضد الفيروسات يعني أنتي فيرال هذه معروفة قطعا يعني بس دكتور يعني كثيرة أنواع الفيتامين سي الفوار الحبوب لا أيهما أفضل لا شو أقول لك هو الفيتامين سي أسكوربيك أسيد هذا الفيتامين سي أصلا يعني وأيا كان هو فيتامين سي نعم. إيش تعمل الشركات يعني مثلا الشركات اللي بتعامل معها مثلا بتحط لأنه بعض الناس لأنه أسيد بعض الناس بتعبها زي الليمون والبرتقال نعم. بتعبهم في المعدة الرغم هو بتحول لألقلي بصير قلوي لما يدخل المعدة فهم بحطوا عليه مغنيسيوم مثلا مغنيسيوم قلوي أو بحطوا عليه كالسيوم بصير كالسيوم أسكوربيت مغنيسيوم أسكوربيت كذا هنا فائدة المغنيسيوم أو الكالسيوم مع فيتامين سي إنه بيعادل هذا قلوي هذا حمضي
فبيعادله بصير خفيف مفعوله على المعدة. على المعدة والأمعاء، هذا الفكرة. لكن في النهاية هو أصلاً أسكوربيت، شربتي فوار، شربتي كذا، هو أسكوربيت. هي الفكرة فيها بس أنه حطيت عليه مادة قلوية، هذه الفكرة فقط. يعني المهم هو يعمل بوظيفته، هو وظيفته سواء أخذت هذا وأخذت هذا بظل أسكوربيت. نعم. لكن بعض الشركات الأخرى بتحط عليه روز هب، بتحط عليه فلافونويد، يعني نعم، بعض الاعشاب بتضيف عليه اضافات. بتضيف عليه. نعم. هذا بيسهل امتصاصه اكثر، لانه زي ما قلت لك هو بيعمل اريتيشن بعض. نعم. الناس، مش كل الناس، للمعده والامعاء. فيتامين دي طبعا احنا عارفين. أيوة. هذا بسببه بيعمل اكتئاب لوحده في الشتاء. صحيح. هذا الزنك مضاد قوي جدا، مضاد اكسده، وله حوالي 200 فائده. كيف يعرف يعني اي مصاب بحاله الفلو انه عنده نقص في الزنك، ولا هو يعني لابد أن يأخذ؟ هو طبعا يعني الزنك اصلا انا بستعمله لبعض الناس لما بيجوني عندهم ضعف جنسي. بحبش ياخذ مثلا اشياء مثلا فياجرا ومشتقاتها خواتها، فانا بحطه على الزنك. الزنك فايدته له حوالي 200 فايده. الزنك فايدته في البرد مثلا، بعض الشركات بتحط زنك وفيتامين سي لوزنج مصاص، وهذا از فيري جود وان عشان السور ثروت. بعضها بتعمله نقط، ستيل فيري جود. لو اخذت الزنك لوحده مثلا، الرجل بيكون عنده البروستيت بيقوي البروستيت وبيمنع السرطان البروستيت. كمان الزنك بيزيد هرمون التستوستيرون. ايوه. في ماده الارجينين بتوسع تعمل زي الفياجرا بالضبط. فهذا فوائده كثير، اكثر من 200 وظيفه، لانه مضاد اكسده، لكن هو في البرد كثير كويس كمان. تمام. اذا تكلمنا عن الزيوت الطبيعيه، هذا انا بعتبر هذا الاساس حقيقه. كافور. الاساس. الاوريجانو مضاد حيوي، مضاد حيوي ايضا بيقتل الفيروس زي عامل زي الثوم. لكن اللي بحبش ياخذ الثوم ممكن يحط نقطتين ثلاثه. زيت النعناع كثير كويس للبرد. أيوه. ممكن يحط نقطتين ثلاثه. الفرانكنسنس اللي هو زيت اللبان. ايوه. هنا بسموه فرنكس. زيت اللبان موجود طبعا في عمان، موجود في الصومال، موجود في اليمن. نعم. صحيح. وهكذا منتشر. في هذه المناطق. هذه الاشياء صدقني يعني بتمنع الفلو والبرد وتقصر فترته كمان. يعني بس كل انسان يومين ثلاثه ويروح يشتغل، وعاده لو ما اخذش بيقعد حوالي 10 ايام في الفراشه. نعم. او في البيت. طيب دكتور، مع كل هذه الاستعمالات للناس المصابه بامراض البرد، في منهم يعني يقولون انه ما نفعت هذه الامور الطبيعيه، فاين العله او اين المشكله؟ العلة كيف نفسر هذا الحال؟ سؤال كمان ممكن تساليه بطريقه ثانيه. ليش ناس بيجيهم مرتين ثلاثه فلو او كومن كولد وفي السنه او اربع مرات، وناس ما بيجيهم؟ نرجع مرجوعنا اللي حنتكلم في الموضوع الاصلي. قبل أنبه المشاهدين بالموضوع الجاي الأصعب على الإطلاق. نعم. أمراض المناعة. جهاز المناعة. صحيح. إذا نتكلم عن جهاز المناعة، إذا في شخص يصاب 4-5 مرات في السنة وشخص لا يصاب. وهذا بسبب جهاز المناعة، وهذا أنت نتاج عمل خلال السنة. أنت بتحضر. صحيح. إيش تأكل خلال السنة أو إيش بتشرب خلال السنة، وخاصة أكثر ما يضعف جهاز المناعة هو السكر. فأنت أجت فترة جديدة، حضر لنفسك، بدأ زي الآن بدينا في الخريف مقبلين على الشتاء، زود فيتامين سي الآن. نعم. زود الزنجبيل، حضر الزنجبيل مثلا، خلي عندك الإكليبتس. هنتكلم الآن هذا أشياء بسيطة وممكن تعملها سموثي الصبح. تمام. فطور جيد واقي معالج في كل شيء إن شاء الله، هنتكلم عنه هذا. طيب. فهذه أشياء حقيقة لو جربتها سواء قبل ما يجي البرد أو لو أجى البرد حقيقة مفعولها الحمد لله. ليش بيتأثرش كثير؟ لو جرب هذه أنا متأكد حتخف على الأقل حدة البرد أو الفلو. نعم. مع الراحة مع السوائل، لكن في نفس الوقت يأخذ باله ما يعني يبعد قد ما يقدر عن السكر. لابد باكل أنا فواكه طبيعية. نعم. على الأقل في باكل تمر بس مش كثير، لأن سكر التمر عالي كثير. نعم. ما العسل، هو العسل سكر عالي، ولكن العسل فيه مضاد حيوي كويس. يعني إذا نحضر نفسنا كلنا. الوقاية خير من العلاج بالتأكيد. طيب نشاهد الصورة الثانية، وطبعا فيها تشرح عن التعقيدات. ما هي التعقيدات أو الإشكاليات؟ لأنه إحنا قلنا هو الكومن كولد البرد بيصيب فقط الجزء العلوي من الجهاز المناعي. الجزء العلوي يعني الأنف والزور، إذا ما بزلش تحت، إذا هنا المضاعفات محصورة هنا. تمام. يعني ساينس، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب خاصة عند الأطفال. التهاب الأذر، وفي الأطفال التهاب الشعب الهوائية. يعني غالبا هذا قليل بيجي عند الأطفال، وهذا كمان يعني
قليل بيجي إذا 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 مشي على الأشياء اللي قلناها. لكن هذه المضاعفات الأولانية والثانية، هذه ساينس وهذه أيوة. إير يعني فوق. بعض الأطفال بيجيهم التهاب شعب هوائي، لكن غالباً هو البرد بنزلش تحت الجهاز. طب سؤال دكتور، لأن فعلاً أكثر المعرضين لهالحالات البرد هم الأطفال، أكثر المعرضين لالتهابات الشعب الهوائية هم الأطفال أيضاً. لماذا تنتشر عند الأطفال أكثر بشكل سريع وتكون الالتهابات دائماً مضاعفاتها أكبر؟ أقول لك أنا قصة بسيطة. يعني جاني أب معانا في المسجد، ابنه لسه مولود، قال ايش رايك اعطيه فاكسينيشن؟ حد يسالني على الفاكسين في الانفلونزا، قلت له لا ما تعطيهوش. انا ضد التطعيمات. اي نوع من التطعيمات؟ انا ضد، انت عارف انا كلها. ضد الادويه ضد على الاطلاق. وهم بيعطوا الدفتر الاحمر وبيعطوا بيتابعوا هو هذه. انت لو تلاقي مشاكل التطعيمات فيما بعد الربو والكذا في المستوجب، اضعاف جهاز المناعه، بصير معرض لاي شيء، لانه من بضعف الطفل جهاز المناعة بتاعه هي التطعيمات اللي يأخذها، لأنه تطعيم يعني فيروس. نعم، ولكن الناس تتساءل هل في دراسة يعني توثق أو تفند هذه؟ ما أنا مش عايز دراسة، أنا عايزك أنت تجرب طفل ولد وغيره. يعني أنا قلت لأبوه أعطيه الآتي، أعطيه نقط فيتامين دي لسه مولود، وأعطيه أوميغا 3 نقط، وأعطيه بروبيوتيك نقط فقط. وعلى الرغم معاي صديق استشاري أطفال، هذاك صمم يعطيه تطعيم وأنا قلت له بتعطوش تطعيم، مش يعني الولد الحمد لله عمره 3-4 سنوات الآن، وغيره وغيره وغيره. نعم. إذن هي محتاج رعاية بالدرجة الأولى، وقاية. لكن أنا لما أعرض الطفل أبدأ تطعيم في العمر شهر، تطعيم 3 شهور، تطعيم 6 شهور، طب أنا كل مرة بعطيه فيروس، هل جهاز المناعة تاع الطفل مستحمل يأخذ فيروس؟ الفيروس معناها هنتكلم عنها بالتفصيل في أمراض المناعة. بالتأكيد. يفرز مضادات أنتي بوديز. طيب هم جهاز المناعة بتاعه اصلا ضعيف، ولهذا بتكون معرض لهالاشياء وناقص. وبعدين الطفل لما ولد بيتعرضش للشمس، يعني فيش فيتامين دي. اذا تعلل سبب كل هذه الامراض، امراض البرد للاطفال سن يعني في المرحله الدراسيه الابتدائيه فتره الحضانه، وازدياد مضاعفات هذه الحالات بسبب التطعيم. واحد منها بسبب من الأساسي هو التطعيمات. نعم. بالإضافة طبعا للأدوية، بلبع أدوية، بلبع باراسيتامول، بلبع أسبرين، بلبع مش عارف. نعم. إيه خذ كذا خذ كذا، طبعا كل هذا بضع. نعم. الجهاز المناعي على شك يعني. بالتأكيد. نشوف نشوف اللي بعدها الفلو. اللي هو إذا هاي تكلمنا عن ال... نعم. عن البرد. شوف الفلو الآن مختلفة. نعم. الفلو من ناحية الأعراض، من السبب فيروسات 100-200 فيروس ما علينا. شوف الفلو قديش هنا، الفلو بتصيب الجهاز التنفسي ككل. نعم. ولهذا بتكون أعراض أخطر. إذا فيرال انفكشن بيصيب الجهاز التنفسي ابتداء من الأنف، النوز، الثروت، الزور إلى الرئتين. ولهذا الأعراض لو تكبرنا الصورة عشان المشاهد يشوفه أخي الكريم، هذا بتلاقي أهم فيها هنا الحمى والتعب الشديد. يقول لك مفاصلي وجسمي مكسر، هذه الكلمة بالتعب البلدي، هذه جسمي مكسر، ظهري بيجعني. صحيح، هذه الكلمة. إذا تعب شديد، حرارة شديدة، بصير عنده كحة شديدة، وبالإضافة هنا بنزل على الجهاز الهضمي. مش بس الجهاز التنفسي، الرئة. نعم. لا بنزل. إذا هنا الكومن كولد محصور في الأنف وفي الزور، لا هنا بنزل الجهاز التنفسي كله. نعم. بدأ من الزور. نعم. للأنف للرئتين، وبنزل على الجهاز الهضمي، سواء بصير إمساك إسهال. لكن الأساس بتاعه حمى شديدة، ارتعاش، حتى بصير رعش، برد حمى، برد حمى، هذه فلو. تعب، التهاب مفاصل، كحة شديدة. هنا صورة ثروت، لكن مش زي الأمراض البرد، مش زي البرد. طيب دكتور، في أعراض مبدئية أو بدائية يعني تظهر التعرض للإنفلونزا قبل الوصول الى هذه الحالة. الحمى. هي الاول بيبدا الحمى، وبده يقول لك انا حس جسمي تعبان. نعم. احس ايده واحس كذا، بتلاقي بدا عنده حمى، بدا عنده تعب. هذه البدايه. نعم. فهو انا بقول له يا اخي الكريم ريح، اقعد مثلا، بلاش تروح المسجد، بلاش تروح الشغل مثلا، ريح نفسك، لانك انت. نعم. داخل على. نعم. على فلو. خاص وانس انه جاء حمى، هذا داخل على فلو، بعكس تاع البرد. جوش حمى عطس. نعم. أول ما أعطس بقول أخي لو تريح لك شوي، لأنك أنت لما تعطس حتنشر الملايين الفيروسات للناس. نعم. فهذا الفرق بينهم. حتى هي في الصورة هنا صداع، بس هنا أكثر الفيفر، هي على الشمال. نعم. هيدك فيفر، الرئتين هنا بصيبها، الإكس يعني بصير عنده تعب في المفاصل. نعم. بصير عنده حمى شديدة وتعب
ورعشة قلنا من الحمى بصير نعم. بالإضافة للألام المفاصل والظهر والكذا، فإذا هذه بتفرق عن هناك. هناك قلنا هناك في الكومن كولد بصير عنده عطس، بصير عنده صداع، بصير عنده سور ثروت. هنا الجهة العليا وهنا كله جهاز التنفس الرئة، وبصير عنده إسهال وإمساك، لكن أكثر شيء تعب حمى شديدة مع رعشة مع كحة. نعم. كم مدة تأخذ حتى؟ هذه أقل، تأخذ حوالي سبعة أيام. سبعة أيام. هذاك أكثر بيأخذ. والعلاجات نفس علاجات أيضاً أمراض. هنا بدنا نكون very careful لأنه هنا دخلت على الرئة. يعني المضاعفات بتاعتها دخلت على الرئة، وهنا فيها خطورة، ممكن التهاب رئة ممكن يسبب موت. طيب قبل ما نتحدث عن العلاج حابين نعرف كيفية الوقاية. ما هو الوقاية زي ما قلت مثلا ابعد عن التجمعات إذا في بداية، دائما البس ماسك. نعم. هذا نصيحتي، إذا في بداية البرد دخلت المسجد، رحت العمل، في الطريق، في المترو، في الباص، في الكذا، دائما خلي. هل الماسك يعني فعلا بيحمي؟ على الأقل بيحمي، لأنه لما تصور أنت إنسان بيعطس في مترو مثلا أو في باص أو في مسجد أو في محاضرة أو في كذا، فبنصر ملايين الفيروسات للناس. فالإنسان اللي جهازه ضعيف مثلا، جهاز المناعة بتاعه ضعيف، بلقط لهذا. نعم. إذا أخذ شوية برد، تعرض لشوية برد لأي سبب، جهاز المناعة صار فيه وطي شوية، بلقط الفلو البارد. نعم. بنشوف يعني عادة لبس الماسك في الأماكن المزدحمة، في السفريات، الناس اللي عندهم مشاكل نقص المناعة. وأنا دائما أوصي الناس في المساجد أقول لهم، أو في لما بعمل محاضرات أو بعمل في أماكن، يا أخوانا البسوا يعني، أو على الأقل لما تعطس حط كذا، أو على الأقل خلي معك زيت. نعم. حط عليه يعني، ارحم نفسك والناس اللي حواليك. يعني ما وجد مثلا خاصة واحد عنده ربو، واحد عنده قلب مثلا، لما وجع عنده. صحيح. لو هذه الخطورة هنا، لو أجا صابوا فلو طبعا أنت بتعمل له كومبليكيشن. نعم. شديد يعني. في أنواع للماسك دكتور، يعني هل تنصح بكل أنواعها يعني بدون أي خلاف؟ ما أنا بديش عقد على الناس يعني إنهم يلبس يعني. يا أخي لو معكش ماسك امسك تشوف إيدك على الأقل، حط عليه زيت كافور ذي هذا. نعم. ندفع، أو زيت نعنع كذا، أو زيت زنجبيل، أو خليه. نعم. خليه قريب منك إذا أنت بتعطس مثلا، أو في، أو حتى أنا ما بعطسش لكن دائما هذا معي، بحط كذا وبشوف جنبي حد يعني. خذ انت الوقايه لنفسك. نعم. صحيح. يعني خليك حريص اكثر، لانه انت مش معقول انت تجيك فلو او تجيك كذا وترتمي في البيت مثلا، او تكون في مكان تعدي الناس يعني. نعم صحيح. طيب نشاهد الصوره الاخرى وهي توضح عن المنع او الوقايه. هذا ما اقول لك، اذا في واحد دائما افويد الكونتاكت، كلوز كونتاكت، والافويد طبعا بانه دائما حط كفر يور ماوث زي ما قلنا، البس حاجة تغطي. هنا دائما غسيل الإيدين باستمرار، ودائما حتى في المستشفيات بحط لك دائما داخل المستشفى بحط لك معقمات. نعم. أنت معقمات، أنت يا بتحط هذا يا بتحط التي تري، في دائما عندي أنا تي تري ماسك. طب دكتور أحيانا يعني يستخدم الجل المعقم، هل هذا يعني في أعراض، في مشاكل يعني أو خطورة؟ لا هو خطورة. أو المناديل المبللة المعقمة أحسن من بلاش، على الأقل تغسل إيدك يعني ما فيها أي مشاكل. لا ما فيش فيها مشاكل، بس أنا بفضل الطبيعي يعني، زيت نعناع، زيت تي تري، زيت الأوريغانو، زيت أي زيت طبيعي. حطه في جيبي زي هذه، حطه في جيبي. أنا دائما بخش المسجد مثلا، أو في المحاضرة، أو في المترو، أو في كذا، بتلاقي دائما بعمل بحط على دائما محطات. أنا مش مستعد طبعا يعني. يعني الإنسان بإيده المرض وبإيده الوقاية وبإيده كذا، والله شافي سبحانه وتعالى. أنت خذ احتياطك يعني، عقل وتوكل. نعم. في سؤال أحمد العوضي، التطعيمات مضرة أم لا؟ بما أنك ذكرت عن التطعيمات دكتور. أنا مش عايز يعني نبغى نطمنهم للمشاهدين. التطعيمات غير الكريم. نعم. هو بعطيك فيروس صحيح، زي ما بيسموه ويك فيروس. نعم. ليش؟ واي؟ ليش أنا أخذ فيروس سواء ويك ولا مش ويك؟ ليش أخذه أنا أصلا؟ طيب التطعيمات اللي بتأخذ للحج مثلا أو العمرة، للحمى الشوكية وغيرها. وهي نفس الشيء أقول لك، هيش الفكرة، كل الفكرة جهاز مناعة. حتى الاخوان اللي راح للحج بيجي بيقول خذ يا اخي فيتامين سي، خذ بروبيوتيك، خذ حبوب توم معك. حبوب، انت في الحج مش هتاكل توم عشان الصلاه، ولكن في ظل الزحامات الكبيره يعني. وما هو هذه مضادات حيويه، تجي امراض من مناطق. هو انت ايش عرفك انه اللي في الاول الفلو بتغير كل سنه وكل فتره يعني، وبتاخذ انت بيكون خلص اكثر من 200 300 نوع من الفيروسات. اوكي. فانا مبدئي لا، إلا إذا واحد مثلا رجل كبير 70 سنة عنده سكر، عنده قلب، عنده كذا، عنده كذا، خذ. لكن جنرالي عموما لا، إذا كان حتى الطفل أعطيه كذا.
إذا أنت ما بدكش تسمع أنت حر. أنا مش طيب. مع الأدوية. إذا استخدام البدائل استخدام البدائل الزنجبيل. نعم. التوم بدكش التوم حبوب يعني فريش، خد كبسولات إذا رايح الأخوان حتواصلهم وراح الحج. خلي فيتامين سي عندك، فيتامين سي أنتي فيرال دائما. نعم. زي ما قلنا الزنجبيل، إذا ما عندك سكر العسل، القرفة، الزنجبيل، الكركم. نعم. الان جايبين، انا الان بحوريكم كمان اشياء طبيعيه كمان الحمد لله تقيك من 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 كل شيء. يعني امشي على الناحيه، ارجع للطبيعه، ما تعتمدش على الدواء. اليوم تطعيم، بكره تطعيم، بعده تطعيم. يعني الطفل عبين ما يكون عمره 15 سنه باخذ حوالي 30 نوع من التطعيم. صحيح. طب جهاز مناعه شو ظل عنده يعني؟ وبعدين اشتكي يقول هذا مريض هذا طيب. عوده للمنع ايضا من ضمنها تغطيه كما ذكرت الغسيل، النظافه، النظافه والتعقيمات. نعم. التعقيمات دائما والان متوفر. مش هنقول مثلا اترك بتاع المستشفى هذا اللي حاطينه على الباب، زيت كافور، زيت نعناع، زيت زنجبيل، زيت فرانكنس، وزيت اللبان عندنا في العالم العربي. صحيح. زيت القرنفل، زيت يا اخي اي زيت حطه في ايدك وحطه على رقبتك وكذا. انا حتى لما بنام بحط واحد من الزيوت يعني بعد صلاه الفجر ماشي. بنام نوم. نعم. نوم عميق شيء جميل. يعني عود جسمك على الاشياء الطبيعيه. نعم. لانك كده دخلت في مساله التطعيم والدواء مش هتخلص، ومضاد حيوي. اولا مضاد حيوي مش حينفع هنا. اوكي الفلو بتعمل حراره، هنا الطبيب بيعطي مضاد حيوي عشان ما يحصلوش نيمونيا. هو مش موجود عنده نيمونيا يعني، لكن فيفر بدت نيمونيا لانه الفيروس بيعملش، البكتيريا هي اللي بتعمل. رح نتحدث عن النيمونيا دكتوره بشكل اكثر، نتحدث اكثر عن طبعا كمان الوقايه وعلى الامراض الاخرى، ولكن ناخذ فاصل اول مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود اليكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. طبعا إحنا مع أمراض الشتاء، سبل الوقاية وطرق العلاج منها، مع الدكتور إبراهيم عدوان واستشاري طب البديل. أهلا بكل استفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة. نرحب بكل من تابعنا على صفحة الحوار على الفيسبوك وكل أسئلتكم، وأهلا بكم وأهلا بك دكتور مرة أخرى. خلينا نجاوب الأخ، نجاوب. نعم. بالنسبة الأخ أحمد العوضي هو يذكر أنه بنته ما طعمها يعني ما أخذت التطعيم وهي عمرها 8 أشهر، هل عليها ضرر؟ لا، على الأمازون تلآتي تأخذ الثلاث أشياء الآتي. تفضل. بروبيوتيك دروبس. أيوة. للأطفال. بس للتوضيح بروبيوتيك اللي هو ما هو للتوضيح؟ البروبيوتيك اللي هو يعني زي الموجود في الزبادي. أيوة. اللي هي بكتيريا صديقة. نعم. بيوتيك حياة، بروبيوتيك والحياة عكس الأنتي بيوتيك. أيوة. فالبروبيوتيك روح على الأمازون اكتب بروبيوتيك فور تشيلدرن يعني less than one year، اكتبها كذا. للأطفال نعم. أقل من سنة. أقل من سنة. بروبيوتيك نقط دروبس. نقط. أيوة. فيتامين دي دروبس. أوميجا 3 دروبس، بس يكتب دائما السن one year or less. وكلها نقاط. وكلها نقاط لأنه ما بقدرش حتى يعني تنزل يعني ممكن تحط مع الحليب. نعم. ممكن تحط مع أي حاجة بتاخدها يعني، بس هذه الأشياء اللي بتاخدها. الأوميجا في نوع معين؟ في أنواع بس كثيرة. بس اكتب دروبس فقط وبيطلع لك أنواع وتختار أنواع. لأقل من سنة. لأقل من سنة. أحمد العوضي البنت اللي عمرها 8 أشهر يعطيها الثلاث أشياء، بروبيوتيك دروبس. أيوة. فيتامين دي دروبس والأوميجا 3 دروبس، بس هذول الأشياء. ممتاز. إذا بده يزيد ولا بد مش مشكلة، هذا يبدأ بعدين إن شاء الله في حلقات ثانية بنقوله إيش يضيف، بس لما تعدي سنة بنقوله إيش يأخذ. يعني يستخدمها من الآن يعني عمره 8 أشهر. بعدين بعدين خبز لا، ما فيش خبز، ما فيش لو إذا ما عرفش طب هي ترضع من أمها، الأفضل ترضع من أمها والأمها تأخذ بالها عشان ما جاء أمراض حساسية لأنه الحليب والتعب. وإذا لا يعني ما بترضع أو شو يعني ما هو البديل؟ ماذا تفعل؟ ما تشرب حليب الأطفال الباودر يعني؟ ما هو مضطر، ما هو مضطر هو الأفضل. حتى القرآن بيقول في طعمه. نعم. في عمين أحيانا تكون ظروف يعني للأسف يعني لو أم الأم تأخذ. نعم. حلبة أو تأخذ أشياء ثانية حلبة عشان تزود. نعم. حليب الأم لأنه أفضل كثير يعطيها مناعة قوية كمان بيساعد. نعم. على طيب الكمية هذه الفيتامينات الدروبز هي محدد هي على العلبة محدد. نعم. أقل من سنة محدد مثلا فيتامين دي بأخذ نقطة واحدة مثلا. نعم. البروبيوتيك قوتها كذا حسب القوة. مع السن بحطهم. نعم. بس يذكر السن
وعلى حسب السن يعني كل ما مثلا عدت العام تاخذ أكثر. من عام هو لأكثر. هو حاطط له العلبه الشركه حاطه يعني 1 year or less بيقول لك مثلا 1 دروب فيتامين دي 1 دروب كذا 1 دروب. بس دكتور الى اي يعني الى اي سن تاخذ هذه الفيتامينات؟ هو بيعدي 1 year بعدين يمشي يكمل الكورس نفسه. نعم. بس على اكثر من 1 year ل 2 year اقل من 2 years بعدين اقل من 3 years اقل من 5 years وهكذا ظل ماشي على الاشياء. نعم. هذه على الأقل بتقوي جهاز المناعة بالصلب فبيحمي نفسه من. في سن معين يعني ممكن يتوقف فيه أخذ هذه الفيتامينات أو راح تستمر معه إلى سن 18؟ هنا بعدين حنضيف له أشياء ثانية. حنضيف له مثلا ممكن كالسيوم ونضيف المغنيسيوم معادن دروبس. نعم. برضو نضيف فيتامينات دروبس. تمام. لأنه محتاجين لأنه هذا بدل مش خلي لا يأخذ تطعيمات ولا ياخذ ادويه اصلا يعني ما يضطر انه ياخذ هذه الادويه. ما يضطر ان شاء الله. طب دكتور هل هذه الفيتامينات هي طبيعيه 100%؟ كيف كيف يمكن الاختيار بينها؟ لان السوق يعني موجود فيها مدرج فيها جميع الانواع الفيتامينات جميع انواع الشركات. يعني ترجع كيف يتم الاختيار الافضل لما تروح تشتري ملابس؟ نعم. في مثلا في محل كذا في محل كذا اسماء. نعم. في اسماء الشركات الكبيره مش عايز اذكر اسماء عملهم دعايات. نعم. لكن عندنا في عندنا شركات امريكيه بريطانيه. نعم. لها سمعه مثلا. فبتعمل الجود كواليتي لهذا لكن مكتوب على امازون نفسه. نعم. بيقبل الاشياء اللي بيكون شركات معتبره يعني. تمام. يعني انا في شركات مثلا بتعمل زيت السمك الاوميجا 3 هذا للاطفال مثلا اللي مشهور هي اقول اسم الشركه نيوتري ادفانس مثلا اسكيمو. أيوة. 3 هي معروفه كاتي اسكيمو. نعم. 3 للاطفال. ولانه بحط عليها طعم الفانيلا او البنانة او الكذا. صحيح. وفي للكبار. نعم. للصغار معروف الدوز ومعروف الجرعه بتاعته وبحطوا عليها فليفر بحيث انه الطفل لانه زي السمك ما يتقبله. صحيح زيت حاد شوي قوي. فهو. نعم. بحطوا عليه فليفر مثلا بنانا او فانيليا. نعم. او كذا على اساس. نعم. يتقبله كذا. فهذه شركه عاليه معروفه انا متعامل معها وبتكون غاليه لهذه شوية. بتختص اكثر في هذا اذا كتبت اسكيمو 3 تطلع اسم الشركه عاده بتكون الكواليتي القيمه يعني. بتكون غاليه هاي ستاندرد. نعم. والله هم بيعملوا على امازون كثير اوفر يعني. تمام. لكن الهيلث شوب اللي في الشوارع هذه انا مش كثير. طيب هو بيشكرك الاخ المشاهد احمد العوضي وخليه على اتصال يبلغنا عنها كمان. هو هي البنت بتشرب رضاعه طبيعيه. ممتاز ممتاز الحمد شيء. لله يا خلي يعني خلي تستمر. على خلي على طول. تمام. وخلي الام ممتاز. تتشجع كمان ضل تاخذ حلب. الحلب كثير حيفيدها. حلبه تشرب حلب الام مع الحليب مثلا هي أو الام تشربه مع الحليب تشربه. نعم. مع القرفه تشربه لو تعمل هذا كمان هذا لكل الناس اللي حنقول له السموثي هذا ممكن اي حد ياخذه. ممتاز يعطينا فوق وقت قبل ما نخلص. جزاكم الله خير جزاء على الرد وربي يزيدكم من فضله. شكرا لك وياك اخ احمد العوضي. في سؤال ايضا اخر الجيوب الان فيه مشاكل الزكام المزمن من سام. اذا ذكرنا الجيوب الانفيه ذكرنا الفود انتوليرانس اللي هي احد اهم اسباب جهاز الامراض جهاز المناعه. نعم. عدم تقبل حساسيه الاكل حساسيه الاكل اكثر شيء مزعج للجيوب الانفي الحليب ومشتقاته. نعم. اذا كان الانسان كبير في السن بلغي انا الحليب وكله. الحليب وما فيه الجبن والزبادي على الاقل شهر او شهرين الغي نهائي على الاقل شهر او شهرين على الاقل. تمام. الحليب والأجبان كل مشتقات الألبان كل مشتقات الألبان ألغيها. بعدين أجي على الحاجات اللي هي ضد الإصانس اللي هي شو هي الالتهابات. One of the top التيرمرك الكركم الزنجبيل البروميولين اللي في الباين أبل الأناناس فيتامين سي هذول الأربعة في بعض الشركات بحطوهم مع بعض لكن أنت ممكن أنت تعملها لوحدك ممكن تعملها خلطة ممكن تعملها مع حدا ذا كبير الآن حتتكلم عنها ممكن تحطها. نعم. مع مثلا حليب الكوكونات جوز الهند يعني بس بلاش حليب الحيوانات يعني اعمل حليب الكوكونات أو حليب اللوز أو حليب الصويا أو حليب الشوفان الشوفان كثير كويس حليب الشوفان كمان يعني حليب نات على الأقل فترة شهر شهرين لأنه هو مرض حساسية فأكثر مرض مزعج للجيوب الأنفية واللي بسبب ميوكس اللعاب البلغم هو الحليب فألغي الحليب هذا ودور على حليب نباتي حط معه الأشياء هذه وبالذات الزنجبيل الكركم القرفة الباين أبل دكتور الأناناس أنت تقصد اللي في نصف الأناناس
اللي هي الفاكهة. نعم أو عصيرها اللب في النص اللب الفاكهة. أم تقشرها نعم. اللي برا بتتكلش زي لا أقصد بعد ما تقشيرها طبعا بس في النص بتكون قاسية. هل لا شيلها يعني بتشيلها كلها. نعم العصا هذه إذن هذه الأشياء مضادة كثير بس ابعد عن الحليب هذا اللي بسبب إزعاج الجيوب الأنفية. تمام في سؤال ثاني في أسئلة في سؤال طيب يقول في سؤال من وفاء مريضة روماتيزم كيف يمكن تجنب الأمراض؟ روماتيزم أنه روماتويد ولا أوسوأرثرايتس؟ روماتويد. روماتويد هذا أمراض نعم. جهاز المناعة. نعم. أختي الكريمة روماتويد أنا بديش أخش لأنه. شكرا لك أولا سام بارك الله فيك أيضا شكرا لك. لأنه حنخش أمراض جهاز المناعة أنا محضر لها موضوع صعب لكن. هذا موضوع كبير رح نتناقش فيه. أتكلم بالتفصيل. نعم. ما هي أسبابها؟ وين موجود جهاز المناعة؟ ما هو نعم. جهاز المناعة؟ واحد منهم أساسي بس أنا كلمة تحذير لأنه الروماتويد إذا كان روماتويد مش أرثراتس روماتويد مرض جهاز مناعة الخطورة فيه طبعا الدواء الأساسي تاع أمراض جهاز مناعة في الأطباء بيعطوه اللي هو مركبات الكورتيزون بريدنيزولون أيوة هم بيقولوا أنه أمراض جهاز المناعة أوفر أكتف هو مش أوفر أكتف يعني زي ما تقول ولد شقي يعني زياد يعني اوفر اكتف يعني نشيط اكثر من اللازم نشط اكثر من اللازم فهو لما بعطيه البريدنيزولون او الحبوب تاعت الروماتويد بيهبط جهاز المناعه بضعفه نعم طيب جهاز المناعه موضوع ومحطوط 80% منه في الامعاء محطوط عشان يمنع عنا اي فيروسات اي بكتيريا اي فنجس اي نعم. اكل غير صحي يعني هذا الحاجز ما بين الجو الخارجي والجسم نعم. انت لما تضعفه بالأدوية ما انت بصير الجسم معرض لأي شيء صحيح طب دكتور خلينا نشارك معنا اسمح لي أمير عندنا اتصال أمير أهلا وسهلا بيك تفضل أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا أهلا وسهلا تفضل السؤال تفضل السؤال النشلة والفلاونزا والزكام القوي يعني يأثر على البلاعيم كيف يعني الوقاية من هذا أو الشغلات الطبيعية يعني هذا الدواء كيف واحد الوقاية من هذا بالشكل نعم زكام والتهاب البلاعيم نعم اي نعم طيب احنا نتكلم فيه الان ان شاء الله احنا ما زلنا نتحدث فيه وتحدثنا فيه في بدايه الساعه الاولى او نصف الساعه الاولى لكن ان شاء الله راح نعيد مره اخرى يا امير وبالشفاء لك ان شاء الله والجميع من يشاهدنا طيب خلينا نكمل لانه جوابه هنا اكيد فالناس المعرضين للخطوره انه يصاب بالانفلونزا اللي هم الاطفال اللي اقل من 5 نعم الكبار اللي اكثر من 65 او 70 النيرسينج هوم ريزيدنس اللي هم الموجودين في البيوت الكبار المسنين سن. المسنين أو الأطفال اللي في الحضانات أو اللي عندهم ضعف جهاز مناعة لأي سبب من سواء أخت زي الأخت هذه بتاعتها أو الأخ بتاع الروماتويد هذا نعم أو اللي عنده سيفير ستريس يعني لأنه ستريس تضعف جهاز المناعة أحد أسباب أمراض جهاز المناعة هي ثلاث أشياء الأساسي 70-80% الأكل وخاصة الفود انتولرنس نعم نمرة 2 الستريس نمرة 3 الجينيتك لكن إذا كان عنده ستريس كثير وهنتكلم عنها إن شاء الله واحد عنده مثلا مرض واحد عنده ربو أو هارد ديسيز أو كذا أو كدني أو ديابيتس طبعا هذا يضعف جهاز المناعة نعم سكر مرض الكلية مرض القلب أزمة ربو أو الناس اللي عندهم الوصلة ما يكون عنده زايد نعم كثير أو يعني عنده كلينيكال أوبيزيتي نعم فوق الأربعين هذول الأشخاص نعم. المعرضين للفلو طيب سؤال من ضمن هاي النقاط أو الفئات المعرضة أكثر لهذه الأمراض وارتفاع خطورة الأمراض البرد أو الشتاء الستريس أو الضغط النفسي أو الاكتئاب كيف يمكن يجعله من أحد المخاطر ما هنيجي نتكلم عن اكتئاب الشتاء نعم. هجم السؤال اكتئاب الشتاء مع الاكتئاب العام نعم. خلينا بس نخلص لكن الاكتئاب ممكن يزيد من خطورة أمراض الشتاء لا شك لا شك. لا شك وعلى هذا احنا جبنا اليوم برضو هذه داخلة في علاج الاكتئاب لأن أنا اكتشفت فيها مادة نعم. للاكتئاب شوكولاتة دكتور هذا هو لأن الشوكولات هو أكثر بنقول إحنا الشوكولات حلوة الدارك شوكولات نعم. مفيد ليش مش بيقولوا دائما كل الشوكولات الأسود نعم. الدارك شوكولات نعم. مفيد جدا للمخ
وبخلي مزاجك كويس. نعم. وليش بكون الشوكولاتة غالي جدا؟ عشان هذه المادة اللي فيه الكاكاو. تمام. فهذا الكاكاو الرو الأصلي الأورجانيك. نعم ممتاز. أنا لما قريت الإنجريدينس حتى من ساعة ما وقعت إيدي عليه حقيقة لقيت فيه مواد هتكلم عليها بالتفصيل الآن. ليه كويس للدبريشن؟ للدبريشن. طيب نشوف السلايد اللي بعده. تعقيدات البرد أو الشتاء، أمراض الشتاء، مضاعفات أو مضاعفاتها. نعم. هنا خد هناك قلنا بس في الحلق وكذا، لأن الكومن كول صابت الأنف والحلق. لكن هنا دخلت في الرئة، فأول واحد وأخطر واحد على الإطلاق هي النمونيا، التهاب الرئوي. صحيح. برونكات، التهاب الشعب الهوية، إير إنفكشن اللي هي التهابات الأذن. هنا لو كان في ربو عند الشخص، مش ربو بمعنى التقليدي ربو، لكن ممكن يكون عنده ضيق تنفس، هنا بزيدوا أكثر وبيحولوا لربو. نعم. أشد يعني. أنا شفت حالات حقيقية صعبة. إذا ضيق التنفس يتحول إلى ربو. يتحول إلى ربو. نعم. وإذا كان عنده ربو بتجي الأزمة عنيفة للآخر، يعني يكاد يموت. نعم. الإنسان من الاختناق. لأنه مشكلة اللي عنده ربو بيأخذ شهيق، لكن الزفير صعب، يعني بيعمل لكن يجي يطلعه صعب. صحيح. فهنا بزيده بيعمل له مشكلة كتير. هذه ما هو خطيرة جدا. نعم. الفلو، ولهذا الفلو أخطر من الكومون. يعني نلاحظ النمونيا يعني تحدث أكثر عند كبار السن، عند اصابتهم بالامراض الشتاء، ضعف جهاز المناعه، ولهذا هي الفلو تسبب كمان للوفاه يعني. اغلب لهذا الفلو انا بقول الانسان يحضر نفسه اخطر منها. ولهذا هم بيعطوا التطعيم للفلو مش للكومون كول، لانه عشان هذه الاشياء، عشان خوف يجي النمونيا. نعم. اذا هنا التطعيم مهم لحمايه الكبار في السن. اي ممكن، او يعني بالنهايه لابد يكون في تطعيم. مش حاجز ولا بد، زي ما قلت لك، اذا كان رجل كبير في السن عنده سكر، عنده كذا، وعايش. نعم. لوحده او في نيرسينج هوم، طبعا مش هنقول له خذ زنجبول، خذ كذا، خذ أكيد كذا. اكيد حياخذ، لانه في بريطانيا. لكن انت اذا النظام. شاب او شبان او شابه او كذا. نعم. وعندها جهاز مناعه قوي، تقدر تاخذ اشياء طبيعيه، تاخذ فيتامين سي، تاخذ كذا، ليش تاخذ. نعم. تطعيم. ومع ذلك حتى صغار السن من الاطفال معرضين للنمونيا، والنظام البريطاني السيستم الصحي هو يفرض التطعيم لكبار السن. بحاجة بيجبر حد، هو بيقولوا له، لكن بيرجع للأب. دائما عندهم هذا النظام يذكر. قوي جهاز مناعة ابنك أو بنتك، قوي. نعم. جهاز مناعتك أنت بالأشياء. نعم. اللي قلناها ونعيدها تاني. نعم. كمان إن شاء الله. نعم. مش محتاج تأخذ دواء ولا تطعيمات ولا تأخذ فيروس تحط لابنك أو بنتك. نعم. فيروس في جسمه. نشوف. طيب. اللي بعده. طيب. العلاجات. العلاجات الطبيعية. طبعاً. واللي تآمن بها واللي احنا نآمن بها احنا ايضا دكتور، واحنا ايضا نآمن بها. انا فعلا يعني أساسية. يعني زي ما حكيت. نعم. لك انا لا محمد، خلينا ماشيين على في الناتشرال ريميدي، ناتشرال ريميديز فور ذا فلو. اللي بعدها نشاهدها اللي هي طبعا دكتور، يعني اعطيني بس فكره عن أهمية العلاجات الطبيعية. ما هي يعني في النهاية احنا قلنا بدنا نقوي جهاز المناعة، رغم يعني انها يعني تطيل من المدة، يعني دائما مش تطيل. العلاجات الطبيعية بتطول حتى تصل. ما هو علشان إلى كذا قلنا الوقاية خير من العلاج. انا اتحضر دخلت. نعم. في الخريف ابدا من الان، يعني مثلا. نعم. فيتامين دي اضرب لك مثال، احنا بنستعمله من 20 سنة، كان حطه في الطب التقليدي في الاتش اس عندنا هنا. أيوة. ما كانش يؤمن به الفيتامين دي، وين صاروا الاول بدوا يعطوا للاطفال وكبار السن. لما. صحيح. شافوا حتى ناس من الخليج بيجوا أهل الشمس وعندهم نقص فيتامين دي. نعم. وكان معروف زمان وإحنا في الطب، وإحنا أيام كنا أطباء، نقول فيتامين دي بس للأستيوبروزز، للريكتس، للكساح. وجدنا أنه بيعمل أكثر من 100 مرض نقص، ابتداء من السرطان للسكر لضغط الدم للقلب للكذا، للاكتئاب، للزهايمر للكذا. بدأت الآن في الـNHS يعطوه للشباب فيتامين دي. طيب. هذا ليش المفروض كل إنسان يأخذه؟ فيتامين سي ليش لا؟ فيتامين سي معروف. نعم. قلت أخذ جائزة نوبل عليه. صحيح. دكتور أمريكي. بيظل عنده. الزنك نفس الشيء، الكنيشي هذه مضاد طبيعي طبعا، في الدربي مضاد طبيعي، لك بروبيوتيك اي حد مفروض ياخذ في الستريس فور لايف اللي احنا عايشينه. نعم. هذا لانه جهاز المناعه 80% في الامعاء. صحيح. وانا قلت حتكلم بالتفصيل عن جهاز المناعه، يعني بيت الداء جهاز المناعه، ضعف جهاز المناعه. صحيح. ولهذا ليش قلت واحد بيجي كومن كولد ولا فلو 4-5 مرات في السنه، واحد ما بيجيهوش جهاز مناعه. نعم. ضعف جهاز المناعه. كيف ضعف جهاز المناعه؟ بتاكل سكر كثير، فيش رياضه، فيش حركه، فيش كذا. نعم. فيش هيلثي فود. طيب دكتور اعطينا شرح بعد الزنك اللي هي الماده الالدري بيري وقبلها.
هذه إكنيشيا نوع من المضادات الحية الطبيعية موجود هنا كثير يطلع معمول في البلد هنا. الدربلي كمان نوع من النبات موجود في البلد. يعني هل يتأخذ نباتية نباتية كبسولات وشاي وبودرة وكذا كبسولات تمام. ولكن أنت أخي خذ اللي بتعرفه، خذ فيتامين سي، خذ دي، خذ زنك. الآن كثير كل الصيدليات كل الهيلث شوب عاملين فيتامين سي وزنك لوزنج مصاص بلاش تاخذ عشان السور ثروت بتاعك. فيتامين دي لازم تاخذه ورخيص موجود. وفيتامين دي الان يعني بيعملوه من زيوت طبيعيه من زيوت نباتيه. الاسنشال اول زي ما قلنا الزيوت الطبيعيه هذا على راسهم دائما خلي معك زيت الكافور، زيت النعنع، زيت القرنفل. دكتور في سؤال بالنسبه للفيتامين دي تاخذ لمده 6 أشهر الكورس؟ هو شوفي فيتامين دي حبه واحده لمده 6 أشهر محبه قديش قوتها؟ قوتها يعني انا مثلا باخذ انا باخذ 2 كل صف جل لازم يكون زيتي يعني لانه هو زيتي اصلا يعني عندنا في فيتامينات مذابه في الدهون مذابات مذاب في الماء المذاب في الماء فيتامين سي ومجموعه الايت الثمانيه تاعت بي بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بيوتين فوليك اسيد بي 12 هذول الثمانيه زائد فيتامين سي 9 هذول مذابين في الماء يعني ممكن تاخذه مع الاكل او بدون اكل تمام. هذول الاربعه اي دي اي كي لازم تاخذه مع الاكل لانه زيتيات فيتامين اي فيتامين اي فيتامين دي فيتامين كي لازم تاخذه مع الاكل لانه زيتي تمام. ولكن على راسهم طبعا اي للعيون وكذا وكي للقلب والعظم اي للقلب والمخ دي للكل شيء تمام. فيتامين دي انا بنصح كل واحد ياخذ منه ياخذه فتره مثلا 6 شهور وبعدين يعمل بلود تيست لازم يكون الليفل بتاعه في الدم 50 اللي حسب كذا 50 اقل من 50 بيكون ناقص اقل من 30 بيكون ناقص كثير بيحدد لك المعمل. احيانا بلاقي انا بعض الاخوان المستشفيات معطيهم مثلا 20,000 في الاسبوع انا بحب انك تاخذه يوميا عشان الامتصاص وخاصه يكون صفج انا بحبش الكبسول. طيب احنا راح نتكلم ايضا عن الابر ولكن لدينا اتصال من بريطانيا ام هشام. اهلا وسهلا بك ام هشام. اهلا شكرا وكثير شكرا للدكتور شكرا على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. انا عاوزه اسال الدكتور انا لما اخذ فيتامين دي اقراص بيوجعني في معدتي عشان انا عندي قرحه في المعده. انت بتاخذي كبسول؟ نو اخذ اقراص. اقراص يعني حبوب حب يعني ولا كبسولات؟ لا حبوب طيب أو شوف فيتامين دي عشان يمتص دائما طريقتين أسهل حاجة السبري واللي بعده النقط واللي بعده السائل واللي بعده هذا الأفضل واللي بعده صوف جل إذا هذه الأشياء بالنسبة لي عنده قرحة في المعدة ملهاش علاقة. ما أنا أقول لك ليش لما أنت أخذت سبري ما راحش للمعدة سبري يعني بخاق تحت اللسان كذا بخي تحت زي الفيتامين بي 12 فانت لو لقيت سبري على الامازون موجود او اذا عنده الدكتور عندهم بيعطوه اذا ما كانش سبري اذا ما كانش سبري نقط النقط مش راح تروح مش هتاثر راح تاخذ نقطه جاست وان دروب النقطه ممكن تكون فيها 1000 ملي 1000 يونت سوري وحده دوليه نقطه واحده تحت اللسان خلاص. لو ما فيش نقط ممكن تاخذي سايل برضه مش هتلحق تاخذ المعده. الفكره انه ساعات الحبوب لانه الاضافات اللي موجوده على الحبه او على الكبسول هي اللي بتاذي المعده. شكرا. فانا رايي اذا صعب البخاخ او صعب النقط او صعب السايل خذي صوف جل اسمه صوف جل. صوف جل بتلاقيه صغير يعني قد نص حبه الحمص كذا. لانه صوف الجل ما بيأذيش المعده لكن الحبوب او الكبسولات ولو اني انا مش موافق لان هذا فيتامين مذاب في الدهون لازم يكون دهني. اوكي شكرا. نعم دكتور عاوزه اسال سؤال بليز. تفضلي. ممكن؟ تفضلي. شكرا للدكتور. انا في العام السايس كان عندي اكتئاب وكنت اسمع للدكتور اخذ تريبتوفان تريبتوفان وساعدني كثير اخذت كورس 30 قرص وساعدني كثير فممكن اخذ هذا العام كورس تريبتوفان
اخذت التريبتوفان. طيب حنجيب لك حاجه تعمل لك التريبتوفان طبيعي في الجسم، انت في بريطانيا هذا موجود عندنا كثير. اسمعي الحلقه الان بعد هذا وتابعينا بس ان شاء الله. تابعيني خليك متابعه، حنتكلم ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. اخذت التريبتوفان، التريبتوفان قلنا بيتحول للسيروتونين طبيعي في الجسم. نعم دكتور، بس في نقطه واحده، الابر، بالنسبه للابر اللي بياخذوا ابر فيتامين دي، فيش حد بياخذ فيتامين دي. ابر ابر في حد بياخذ فيتامين دي؟ لا ابر انجكشن، فيش حد بياخذ ابر، في حد بياخذ في دكتور مش محتاج الابر اصلا يعني، ما بتحتاج. لا لا لانه قلت لك نعم اجود انواع الفيتامين دي زي البي 12. نعم البي 12 لو صح له ابر كويس. الفيتامين بي ليش نعطيه ابر؟ لانه مائي. الفيتامين دي زيتي، ما اعرفش انه حد بياخذ فيتامين دي ادي شور فيتامين دي. نعم لانه انا عارف البي 12 ابر احسن من من الحبوب لانه امتصاصها سهل في الدم. اوكي طيب، لكن الفيتامين دي الافضل على الاطلاق السبراي. سبراي ايوه، ونمره 2 النقط، ونمرة ثلاثة السائل، نمرة أربعة صوف جل. ما ينفعش يأخذ كبسول أو حب زي الأخت، ما بتكون عندها يعني فعاليتها أقوى، فعاليتها سهل امتصاصها لأنه هو دهني مذاب في الدهون. فإذا ما لقيت ثلاثة هذا صوف جل وموجود في كل مكان، الصوف جل هذا حبته صغيرة كذا. طيب دكتور احنا راح ناخذ فاصل اسمحوا لنا، فاصل قصير جدا، راح نبدأ في الساعة الثانية. انتظرونا مشاهدينا الكرام وتابعونا مع كل سبل العلاجات الطبيعية مع الدكتور إبراهيم عدوان استشاري الطب البديل، كونوا معنا.